والمزيد ينضم إلينا من مدينة بالي الأندونيسية سعادة النائب بدر صالح التميمي، نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، نائب رئيس الوفد المشارك. أهلا بك في نشرة الثالثة. سعادة النائب، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل مشاركة وفد الشعب البرلماني لمملكة البحرين في هذا الاجتماع؟ نعم. في البداية أتقدم بالشكر لتلفزيون البحرين على هذه الفرصة لبيان الجهود التي تقوم بها السلطة التشريعية لتعزيز تواجدها ودورها في المؤتمرات والتجمعات البرلمانية الإقليمية والدولية. الحقيقة أن مشاركة وفد الشعب البرلمانية في هذا الاجتماع تعكس الحرص على تفعيل الدور الدبلوماسي البرلماني والتواجد في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، والمشاركة في بحث القضايا التي تتطلب مبادرات وتعاون دولي مشترك للتعامل معها، خاصة فيما يتعلق بموضوع المؤتمر وهو المياه العذبة، حيث يأتي هذا الاجتماع لبحث توفير الحلول المستدامة والمتكاملة التي تضمن توافر المياه النقية ومراعاة احتياجات الحالية والمستقبلية، وتشجيع التقنيات الحديثة والمستدامة لتعزيز فعال استخدام الموارد المائية وتقليل تأثيرات النفايات والتلوث على البيئة. وطبعا ذلك يساعد بشكل فعال على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التي تبناها أيضا مملكة البحرين، ويدفع عجلة التنمية المستدامة في باقي المجالات كالصحة والتعليم والقضاء على الفقر والحماية الموارد الطبيعية وغيرها. نحن إن شاء الله من خلال هذه المشاركة في هذا المؤتمر اللي يمثل مبادرة مشتركة بين اتحاد البرلمان الدولي ومجلس مياه العالمي ومجلس النواب في أندونيسيا، نسعى للاطلاع على الجهود الدولية للتعامل مع قضايا المياه إلى جانب المشاركة الفعالة التي في المحاور التي ستتناولها الاجتماع، والتي ستتناول ممارسات مبتكرة للوصول الشامل والعادل إلى المياه، فضلا عن الجلسة الخاصة عن دبلوماسية المياه والتعاون والعلم من أجل السلام. نعم، من مدينة بالي الأندونيسية سعادة النائب بدر صالح التميمي، نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.